تصعيد واضح للحراك ومن باب تفعيل العصيان المدني، قرر العشرة من سكان ولاية باتنة مقاطعة تسديد فواتير الكهرباء والغاز احتجاجا على الوضع الحالي. مقاطعة غضتها تصريحات بعض السياسيين وقبلها تقارير إعلامية إيطالية تحدثت عن استفادة الفرنسيين من الغاز الجزائري بالمجان ومنذ فترة طويلة. باتنة تمر للسرعة الثانية وسكانها يرفضون سداد فواتير الكهرباء والغاز. تصريحات علي بن فليس الأخيرة صبت الزيت على النار، وتسعة أعشار سكان عاصمة الأوراس يضعون صنع الغاز في مأزق. من سلكوش تريسيتي على فرنسا، من سلكوش تريسيتي على فرنسا، خطر ما هما يديو بلاش، خطر ما هما بيان، وحنا رانا في الضياعة كما رانا في الضياعة ضرق. ما نسلكوش تنسلك فرنسا، تنسلك فرنسا الشي اللي داتهولنا تاعنا احنا، كي تسلكوا فرنسا نسلكوا احنا. اش راه نسلكوا؟ وعندنا الفاتورات 7 ملايين و700، عندنا 4 ملايين، عندنا 5 ملايين فاتورات على كل انواع واشكال. خويا ما نسلكوش، الغاز هذا ماناش رانا نجيبوه فيه من اوروبا، راهو الغاز نتاع بلادنا ودمنا ودم الشهداء اللي جابوه. احنا راح نضربوهم في الصميم. ونزيد نقول لهم حاجه اخرى تاع السرقه هذه اللي راهم يسرقوا الشعب بطريقه غير مباشره. انت كيفاه انا دخلني انا دار، دخلني في الدوزيام ترونش، تروازيام ترونش، كاتريام ترونش، افهم مليحه، كاتريام ترونش، انا دخلوني في الكاتريام ترونش، علاه انا اوزين؟ علاه انا شركه؟ اسباب عده تلك التي عجلت بهذه الخطوه، خمس مسيرات يراها الرافضون لم تبلغ اهدافها، والية اخرى تنتظر الحراك. ما سمعوناش ما بغاو والو، سيرات ما ريبونداوش علينا، ميم با ما ولاوش يقضيو. لازم العصيان واحد ما يسلك. خويا ما نسلكوش، شمره ما نسلكوش، عينيا قلت ما نسلكوش، دوائر تاع باتنا ما نسلكوش، هنا الولايه مخلطه راح يديروها بيناتها، ما نسلكوش ما نسلكوش. جبت والو مسيره، ما كان والو، ما مش يسمعوا فينا طول، درك حنا نقيسوهم في جيوبهم مؤسسات لا كانوا يسمعوا فينا. خويا وجزائريين مواطنين كيما حنا وحارين، ما يقرفوا اخويا، مؤسسات تاع الدوله ما يخدموش اخويا، نقرفوا لهم نخرجوهم. وش بغاو هذو تسمى راهم يغنوا فينا، حنا نقولوا الكلمه تاعنا وما ما يسمعوهاش، مالا حنا اخويا نروحوا لهم البوان فابل تاعهم هما. ما نسلكوش اخويا تريسيتي، ما نسلكوش الغاز، ما نسلكوش الماء. بلغ السيل الزباء عند بعضهم بعدما فاض بهم كأس الصبر. حاج كيما هذا وانسان كبير ومعوق نورمالمون ما يسلكش، والدواء بلاش وكلشي بلاش، على واه مسكين؟ ها مسكين ما يشوفش مكفوف، ها على واه عليه ما يخافوش ربي، ما يفكروش ربي. 300 ألف ويسلك 300 وعنده 879 ألف، يحيي له قدام يزيد على واه. رفض هي أولى آليات الحراك الجديد الذي يتبناه سكان الأوراس عبر بلديات باتنا 61، فأحياء المدينة لا تخلو من هذه الشعارات. وإن كانت فواتير الغاز والكهرباء هي البداية، فآليات المرحلة المقبلة لا تزال تخبئ الكثير.